والله يا طروق، من وجهة نظر ليس لها اي قيمة. والله طروق انت مش غريب. انا هقول لك على حاجة، شوف بس بالنسبة مين جاله تيشيرت ناو. والله على 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 والله هغير لك، خليك معايا اغيره لك، اوريه لك. استنى انا هغير لك في العربية يا اسطى. انت شايف ناس؟ ايه رأيك يا اسطى في الشياكة يا اسطى؟ ده قوي يا اسطى. ايه رأيك في الشياكة يا اسطى؟ الحمد لله يا رب. تيرات ترات. الله يخرب بيت ام الكحة اللي دي. ايه رايك يا اسطى في الشياكه والتناكه والحاجات دي؟ الصرفات جذبه اهو. شكرا من قلبي لكل حد. فكر استنى يا اسطى، شاب ابيض يابا، احنا مفيش حد بيرفضنا. كنت عايز تسال على ايه دلوقتي؟ انا عايز اسال على الاجهزه الكهربائيه. اه تمام. الاجهزه الكهربائيه على العريس ولا على العروسه؟ طب هي هتفرق اكيد مع العريس، عشان انت بعد الجواز هتلبس لبسه جميله. لا المفروض يعني في ناس بتقول على العروسه وفي ناس بتقول على العريس. انا بقول لك على العريس، على العروسه ولا انت عايز على مين؟ ما انا بقول كده برضه على العروسه. يا صاحبي يا صاحبي انا بطبل لك. ماشي والله العظيم. العيال اتصل على الكافي والله العظيم. الكابتن بس اتصل على الكافي والله. الناس ماشيه تكلم نفسيها. ده فيديو حزين بصرف النظر على زار. الناس ماشيه تكلم نفسيها. جوز ايه يا عم؟ جوز ايه يا عم؟ بص اصلا انا لقيتها على عربيتي. بص انا المشهور، فانا كتبت له قلبي، فلقيت انه فنان، فاكتب له هنا قلبي برضو. العظمه اهو جو. عاملين العربية بالمناسبة. ابعد عن المخدرات، بدايتها شكة واخرتها موتة. انزل امشي عشان لما الدنيا تسمح لك والظروف تجي لك تبقى قادر تقف على رجلك. متموتش بدري، موت وانت واقف على رجلك. انا بحبك يا عرة. الطريق ما بيخلص، احنا اللي بنخلص. كمل هيجي الوقت هتدوس. وانا اتقبل عيوب الناس ليه؟ ما ندور على الناس اللي شبهنا. يعني انا كنت اعرف واحده كئيبه، بنت كئيبه، الله يمسيها بالخير، الله يمسيها بالخير، او ياخد امها. هي كانت بتنكد عليا بدون سبب. يعني هي بتقول لي انا عايزاك تكلمني، فكلمها. اكلمها عادي عادي كده يا مواطن شريف. فقالوا بتعيط. طب ليه بتعيطي؟ فين الانسر تو كويتشن؟ على البيت. تعالى اعمل باي باي. انا باي باي. تعالى تعالى تعالى. اسمك ايه؟ عمرو. يا عمرو انت طلعت قبل كده. تعالى يا عمرو نطلع تاني. يا عمرو عامل ايه يا عمرو؟ الحمد لله. قول ان انا عظمه. انت عظمه. مين اذكى واحد هنا؟ انت. مين احلى واحد هنا؟ انت. قول اي حاجه يا عمرو. انت مليونير. مليونير مليونير. حافظ ايه يا عمرو؟ مش حافظ حاجه. ده احلى حاجه. ايه الجمال ده يا عمرو؟ ده انت عظمه. مفيش الحكي ما بيريحش. او اللي فاهمك ان والله يمكن انا المتخلف اصلا. انا بحكي ما بحكيش. انا ما بحكيش. انا ما حدش يعرف عني اي حاجه. ومش برتاح برضه. ايه استني بس. الله بقول لك الواد 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 الاثنين دخلوا الحمام مشوا. صحاب ايه؟ انا في واحد منهم رحت اجيب له قطع غيار لعربيته، خبط واحد في الطريق، نزلت اشوف الراجل اللي وقع مات، جري وسابني. اجيب لك من ابو اخر بصراحه. انا بستنى ابويا يغسل. وابويا بقاله اكتر من شهرين ما بيخرجش، فما بيوديش عربيته تتغسل، فانا قاعد مستني. ايه يا حاج؟ مش هتغسل العربيه بتاعتك ولا ايه؟ فانا بزنق معاه.